واش اخوتي صافي عليكم الناس ديولي جاو تبارك الله عليهم الحاج موسى عفيد صافا هاهما جاو المهم تبارك الله عليكم هانتوما كتشوفو الحاج موسى هذا هو الحاج موسى وهذا هو وليد وهذا المناجر هذا هو المناجر اه واش صاحبي انت ما درتيش الباب داركم عطيه شبر ديال التساع وتابعني ولكن الحمد لله راهو فين رابطينه فهمتيني دون صلاح اجي نهضر معاه تبان عادي ها هو دون صلاح اخوتي فهمتوني كيف ما كتشوفوا دون صلاح صافي دون صلاح صافي دون صلاح اما رابطوك هنا باش تمشي معنا الطريق لانك انت ما كتشدش الطريق وخاصك تعاود التربيه السلام عليكم كيف ما كتشوفوا انا في مارينا مكونسونطري بغيت نرد على واحد الهضره قالتها غيتا قالت بانني انا راه غنصنع مع التزام وغادي نبعد منها غيتا بغيتك تفهم واحد القضيه انا ما حد قال ديك الهضره اذا انا راه غنبعد منك يعني ما حد طلعت في لايف وقلت ديك الهضره اذا انا ما عمري غنتافيشا معك فهمتيني المهم انت قلتي انني هضرت في عائلتك انا كنعتذر منهم من هذا المنبر يعني كان علي نهضر عليك انت المشكل ديالي معك انت كيف ما انت هضرتي لعائلتي وبسلام عليكم صلى الله عليه وسلم واحد الهضره كتقول غيتا كتقول بانني انا محرش عليه الحكومه باش نعاير غيتا هاد الهضره هادي راه ما كايناش يعني غتشوفني دابا كنقول كندافع على الحكومه غيتسحب لها واش نيت انا متفق معها انا ما متفقش مع الحكومه لا علاقه لها بهذا الموضوع يعني انا هضرت على غيتا لانني كان عندي حساب معها يعني كيف ما طالع ما كتحتارمنيش وكدير بزاف ديال الحوايج حتى انا رديت ليها بحال هكا لا اكثر ولا اقل يعني الخصام اللي بيني وبين غيتا ما محرش حتى شي واحد وتحياتي لكم غيتا واحد القضيه عفاك انا راه انت عارفه انني باغي ندير مستقبلي وباغي ندعم واحد السيده حياه جديده يعني هاد السيده راه انا عارفه كتشوف هاد اللايف يعني صراحه واحد الانسان اللي هي مزيانه وكاينه في الدول الاوروبيه يعني هي دابا بغيت خصك تعرفي انا بغيت نطيح معاك في الحرب وما عمرني غنطيح معاك في الحرب وما غاديش نطلع في المحاكم غير سيدي خلينا ما ديكلاري ما حتى شي حاجه حتى انا ما ديكلاري ما والو خليني نشوف حياتي انت سير شوف حياتك الله يسهل عليك انت قلتي انا نيسني التزام انا موافق انا نيسني التزام عمرني نهضر عليك كيف ما حتى انت غتسني التزام عمرك غتهضر عليا وما عمرني غادي نتلاقاو صافي يعني كيف ما تلاقينا نقدروا نتفارقوا وتبارك الله عليكم يعني انا اللي بقى فيا الحال هو ان ديك السيده يعني دخلت الدار ما كل الطعام يعني تافيشيت معها حتى انا كليت طعام بزاف ديال الحوايج الدار من بلا ما ندخلوا السلطات في القضيه انت دابا انت الهدف ديالك انك تدخلي لي الحبس واخا ما عمرني غندخل وكيبقى فيا الحال علاش؟ يعني واحد الانسان اللي هو زوين وعاطي العين ومشهور بزاف ديال الحوايج وما كيأدي حتى شي واحد الحبس ماشي ديالي يعني كتاب دخلت المره الاولى ما بغيتش نعاود ندخل المره الثانيه يعني انا بغيت نمشي لاوروبا باغي ندير بوز نقي كونستانت لو نقي في اوروبا علاش مطول هذا الفيلم؟ الوالدين ديال القايده غيتا علاش علاش باغي نديكلاري وديرو واش انا ديكلاريت واش انا دابا غيتا سبات لي امي واش انا قلت امي ديكلاري امي بالعكس قالت لي عزيزه عليها القايده غيتا قالت لي ما غنديكلاريش كنتمنى تشوفوا هاد الصوره بعين الاعتبار وتبردي واحد شويه السلام عليكم خرجوا بزاف ديال الاشاعات كيقولوا بان الحكومه محرشاني بزاف ديال الحوايج الحكومه ما محرشانيش يعني وما كاين حتى شي حاجه من داكشي اللي كيقولوا الناس الحكومه اللي كتقولوا انك دير تشهير الحكومه يعني كتهز المقاطع اللي كتلوح المنابر الصحفيه من خلال الناس اللي مشهورين في السوشيال ميديا وكتلوحهم عندها مع ان ما كتشهر بواحد ما كدير الفتنه ما كدير داكشي اللي كيقولوا عباد الله وانا عطيت الراي ديالي في الحكومه لا اكثر ولا اقل السيده ما كتبغيش تدين وجهها ومن حقها السلام عليكم خوتي والله تنعاودها لكم بالله هذا واحد عنده محل درت ليه بيبليسيتي شي حاجه اللي زوينه داز 3 ايام على اليوم سولت قلت ليه واش جاو عندك الناس قال لك جاني القيد ما وزنتش الهضره دي كانوا دا خوتي شي وحدين فريمون قالوا لي انت راه حتى بويزي كدير بنزار شي كاين ما عرفتش واش بصح هادشي ولا مشى بصح المهم هذا هو الخبر اللي قالوا لي بغيت نتاكد منكم نتوما كنتو كتفرجوا في اللايف ديالي انا خوتي الالتزام هو احسن حل والله فهمتي هو سني التزام وهي سني التزام وبقاو الخواطر مزيانه وفهمتي ما واحد ما يحقد على الاخر والله فهمت هادشي كلشي فايت يديروا التزام وكل يعطي اتساع الاخر ولا يبقاو مع بعضياتهم مزيانين يعني واحد ما يأدي الاخر واحد ما يجبد الاخر ويتفقوا
هذا هو احسن حل. تنصور لكم بلا فلتر ماشي الخاطري، اوكي ماشي الخاطري. لحقاش اليوم انا نصف الصباح فلقيت باللي الانستغرام ديالي كيقول لي ان الفلترات ما بغاوش يخدموا اليوم، دايرين روبو دايرين اضراب غير عندي انا. فقبلوا على هذا الوجه الزوين. اخباركم؟ ما عندي حتى شي شورت ديال الصيف، لحقاش كان عندي ديك الشورتات اللي قصر هكا ولحتهم كلهم باغسكم ما بقيتش باش ما بغيتش هاد الصيف نلبس دوك الشورتات لحقاش قصر بزاف. هذا سروال قطعته رديته شورت. دابا انا من انا فصاعد الا بغيت الشورت يعني هادشي مزيان، اي الا بغيت الشورت خصو يكون فوق الركبه ولا تحت الركبه، ماشي على شي حاجه ما عرفتش. صافي دابا بحال اللي طلعوا لي فراسي هادوك الشورتات القصار بزاف وجاتني على هاد الشورتات هادو. سبحان الله بنتي كبر وتزيدي در عقل طو وكيعرضوا علينا الفلوس. اوكي انا هنا دابا بعدا بزاف ديال لي كلينيك عيطوا لينا وقالوا لنا الفلوس نصايبوا لكم زائد نعطيكم فلوس، ما بغيناش فضلناك انت، فما تبقاش تقول بلي ان الناس طماعه انهم كيرغبوا يجيو عندي.